نبارك لكل امرأة كويتية وأبارك لك في هذا اليوم. طبعا المرأة الكويتية في يومها هذا ما زلنا نطالب بمزيد من الإنجاز، قدمنا الكثير ويعني على قولتهم وايد تعبنا وحاربنا الكثير حتى نصل إلى هذا اليوم، لكن على أرض الواقع احنا غير راضين على ما تم تقديمه للمرأة من ممارسة هذه الحقوق التي ينظر لها الذكر أو بعض الذكور بأنها هي هبة وليست حق، فما زلنا غير راضين على الأداء المنقوص للمرأة في بعض التشريعات وبعض الجهات، ومنها يعني الوظائف القيادية ومنها الوظائف القضائية، وحصر بعض الأعمال على الذكور، وعدم الاهتمام بالمرأة، وعدم إعطائها كافة حقوقها، عدم تنفيذ التشريعات القانونية اللي دائما نطالب بتنفيذها على أرض الواقع. صحيح عندنا قوانين لكن لم تنفذ على أرض الواقع، لم نشهدها، فإحنا نحتفل في هذا اليوم يعني لنصرة المرأة وحصولها على حق السياسي بعد صراع طويل، لكن هل إحنا راضين؟ لا، لعدم وجود من يمثلنا بقوة داخل مجلس الأمة، وكذلك عدم إعطاء المرأة القدرة على يعني مسك المناصب الوزارية، دائما ينحصر دور المرأة في وزارة واحدة أو وزارتين، وكذلك دور المرأة في المجلس امرأة أو امرأتان، فيعني هذا الشيء لا يرضينا، لكن نقول إن شاء الله راح نحقق مزيد من الإنجاز. طيب أستاذة عذرا، يعني وضع المرأة الكويتية هذا بالنسبة، طبعا تحدثتي محليا، بالنسبة لو يعني بالنسبة للمنطقة، كيف تقيمين وضع المرأة الكويتية؟ طبعا إذا احنا يعني على مستوى الخليج فالمرأة الكويتية نعلم جميعا بها هي السباقة في مطالبة في حقوقها وممارستها، إلا مع أنها هي السباقة من أيام يعني نقول الستينات والسبعينات، إلا ما زالت تعاني من انتقاص في بعض الحقوق سبقتها مثيلاتها في دول الخليج، منها البحرين، منها الإمارات، ومنها قطر، وكذلك سلطنة عمان. فنحن نعتبر انتقصنا وتراجعنا، تراجع دور المرأة، فنجد أن على مستوى الخليج نعم هناك بعض الأمور يجب أن نركز عليها، لكن وفق الإحصائيات وفق الدراسات التي أعدت تعتبر الكويتية هي ثالث امرأة تتمتع في حقوقها بموجب القوانين على مستوى الوطن العربي بعد جزر القمر وسلطنة عمان، فإحنا الثالث. طيب هل لا تزال يعني هل هناك لا تزال قضايا تحتاج إلى حلول لتحسين واقع المرأة الكويتية؟ ما هي أبرز هذه القضايا؟ طبعا احنا نقدر نحصرها في أمور رئيسية جدا، وهي أولها الجنسية، الجنسية وحق هذه الجنسية وامتدادها لأبنائها، وكذلك حق الإسكان. نعم نعلم أن هناك قانون من 2011 لكن حتى الآن لم تستنفع كثير من النساء في هذا القانون ولم ينفذ في إعطائها هذا الحق، وأيضا قانون العنف الأسري الذي نحتاجه حاليا ويجب أن نسلط الضوء عليه، ويجب على السلطة التشريعية حاليا أن تشرع هذا القانون، هو موجود وقيد الدراسة لكن نحتاج إلى تفعيله وتشريعه بصورة عامة. فهذه أهم أبرز ثلاث قضايا، وكذلك يعني أهمها اللي أختمها واعتبرها أن الشيء المهم عدم إعطاء المرأة الحق في العمل في الأماكن القيادية أو المراكز القيادية. دائما لا يسلط الضوء على المرأة الكويتية في الأماكن القيادية، مع أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها من ناحية القيادة في التعليم، القيادة في الأسرة، القيادة في العمل، إلا في المراكز القيادية يتم سحب البساط من تحت المرأة الكويتية. إذن المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة عذرا رفاعي، شكرا جزيلا لك.